الحين الريسيرش تعال هني عند اي واحد دق تم دوك كيو هولد زين بيطلع لك الريسيرشات كيو هولد ها شوف الحين 6000 بوينت انا تريا حق شو حق ميديوم باتري عشان نقدر نسوي ميديوم باتري ثاني ترى ايه في ليتات بعد في الحين اللي انا ابغى اسويه اللي هو يا طويل العمر منرال اكستراكتر يبغى له 2 كومباوند عندنا كومباوند اظني بس ما ابغى اسويه لان انا ابغى سيارتين عرفت الحين في سولر واحد بركبه على هذا زين وفي اصلا البتري في منه هو في شوف تعال يوم مرة ركبت له سولر شو استوى شو شفت؟ يبالك كرسي كرسي يبالك كومباوند غير لا بس البتري زين اكسترا بتري زين ما اظن البتري ماله اظن صغير وايد هل حب اشيلها ترو اللي داخل نسبه لي ابى اركب لا 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 الثاني صوب الثاني حبه انرجي شيلها عقه ثانك يو لاني ماسك هذا عرفت خل هذا يعبي بتري هذا فيه بتري والله شوف بس تي ما ينفع نبغى ستورج نحن ستورج ما ينفع شي خلني لحظة خلني اشوف تعرف شو بسوي؟ هاي صغيرة عيالي ذا شي بسوي ميديوم روفر 3000 بو 3 كراسي عشان انت تطلع الحين بني مال ريسيرشات بس صبر الثانية يبالها بتري البتري شو يباله؟ اسمه البتري اسمه البتري عندك في الكيو يوم الدي كيو يباله ليثيوم عندنا ليثيوم؟ اظني كان عندنا ليثيوم صح مو عندنا ليثيوم مو عندنا ليثيوم صح ليثيوم اللي هو الالومنيوم هذا نفس الالومنيوم لا لا مو بنفسه نفسه 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 بس رو يكون صح ما صاهرينا ايه لحظة أنا عندي كومباوند ترى مسوي كرسي أنا ما توي أشوف والله إني لأني هسه طالع 7000 شغلة عرفت؟ إيه اركب يا أخي شو السالفة؟ اركب خلنا نسوي لك كرسي لا بس نسوي ميديوم شو اسمه احسن وايد احسن بنسوي بو 3 كراسي بنصير بنجمع لحظه بتشوف ستورج يركب على هذا اذا اسوي ستورج بدل بتري لا ما اظن بيركب ستورج لازم بو 2 انا عندي 2 انرجي وياي بعد بس بحطيهم شكل هنا في البلاتفورم شوف البتري مالنا خلص ترى ما يكفي تشوفه طلع الشمس ثالي شؤون ها الحين قام يشرد ترى دخل هذا كرسيك يا نصري يلا انا غشاش بشيل بو بتري ها بتري حصلته من جثة واحد اصلا يلا يلا دام الشمس طالعة وين نسير بس اكسجين اظني نفس العلة ولا كيف اعرف شو الاكسجين مالي؟ بننزل اظن الحين في السيارة في اكسجين اظن والله؟ نايس اح كفو تقطيع شو وضع البتري عندك اوكي؟ ايه مرضي يا فود ولا نقص حتى زين تدعم يعني انا بروحي ما اشوف زين داعم الدنيا دي ويا اخي حصة صغيرة تكسر هذا تعال تعال هالصوب تعال خل نغامر طا 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 هذا في ركج هني هذا هذا ها خطة شو في هناك تشوف علامة ها جثة اوكي اح اح هذا ما يتحمل شيء صح ايه
ها سبورت يا ريان. بس والله زين ها على السولر شغال. ايه ولا شكا من شي لا تدري، بس انا اظني بس لازم بتري عقب ما نتلعوز. شكله ما في غير كهوف تعرف. لحظة هسه احاول اقطع هني. نشفت اوكي مقطع الزمن. وين الكوكب يا ريان؟ كوكب شكله صغيرون. شو في سيدة؟ كيف كيف ما بخلنا نشوف. كيف ندور الروح؟ ركج، ندور ركج ركج، نبغى سامان جاهز. يلا خلنا نطمع شوي. ها شو هاي؟ يعطيني اكسجين وانا عنده. شو هذا؟ تراكب؟ ها شو؟ لا هو روح اسمه شو هذا؟ ركج. شو يقول لك؟ زين ما رمش الا هذا تيه كتر، ما عندي ستورج. حطه في الموتر الثاني يكتب. لا شو هذا؟ هذا حق ريسيرش شكله. اقول لك خله هني بنرجع له في يوم من الايام. انزين شو تبغى نسوي له؟ تبغى تشيله بالسيارة تي وتروح؟ اي ما يستوي ما يستوي. اقول لك خلنا ندور شو اسمه عيل دور اوه اللي الليل الحين بنشوف بس مالك وش كثر بيكفي. اوب 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 تعال شوف الركج هذا مكبره. الحين في بيكون في شغل تحفير. بركن شوي بعيد، بركن هنا. سيفتي فيرست. زين هني يبدأ شغل تحفير. ليش ما يبنوا لك سمول جنريتر؟ عادي نحط فيه اورجانيك عرفت؟ شغال هذا عادي يعني. خلينا نعقه هذا على يم. زين وبعدين نشوف داخل شو في سامان. بنحصل ألمنيوم، بنحصل ما اعرف شو. نصر انا حفرت تحتك بالغلط، انت انا طيحتك. يخرب بيته كم محفور هذا. صار لازم ننزل ما اعرف حفرت تحت صار زياده لازم ننزل. تمام سريع جيتش. زين خرب بيته يا كيف مثبت من الدقوق مسامير. خلينا نصير الصوب الثاني نحفر. رد رد عبي من موتري. ترى ما تعبي من موتري؟ ايه يكفي البتري ماله. شوف تو ما... تو حبه واحده عندك نقص. تو بتري ماله زين شوفه عندك ورا. نايس نايس. بس يبان الروفر مع ستورج شي ما ينفع شغل شي يبان. اذا في شدات فوق احسن بعد. والله قاعد احفر تحت عمري انا يا سعق عمري في الفخ. يا حبيبي كم بنحفر؟ هلكت حسيت؟ اقول لك ما يصير اركبه ولا ما هني ماسك يمكن. مشكلة لازم يطيح يا اخي شي موتر تدخل. ترى ايتها الصوب يا سحفر. كل شوي لازم اروح على بوكس. احنا غلطانين لازم اوقف سيارتين بصوبين. لحظة اخلي اعبي من سيارتك. زين لا تعبي من سيارتي. زين هذا اقول لك خليل اظن عاد من تحت معلق في الهواء. شو شوف تعرف شو ماسكنا؟ شو فاضي يا ريال هذا؟ لا تقول لي الزاوية هاي.
فضيناه علقناه في الهواء نصري. اذا ماسك من هالقرن معناه الدنيا مهزله. شو هالاستهبال هذا؟ خلنا نطلع فوق اول شيء. خلنا نصير نعبي لنا اكسجين. ما يصير يا نصر. بعبي من سيارتك انا. هاي لا تعبي سيارتي. يا ما يتنا عصفر للحين؟ اكثر. اقول لك اركب سيارتك. شو الحل فيه؟ اركب سيارتك خلينا نصير صوب كهف شيء. خيبة ما نشوف شيء. سوينا لنا كهف يا ريال. لا هذا اذا طحت فيه مو بتروح تطلع سيارة. لحظة تشوف اظن بيثبت بيثبت. اذا دق ريو شو يستوي؟ يروح والله. وابوك وابوك قاعد اسحب عليهم. اوه بو 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 بشلك. نحن في نص العصار نفس الانجليز وللحين هذا مع الحفره صامد يخرب بيته. واحد طلعت داخل الف حوله مثل حصايا يا ريال. اهم شيء ما تموت. بوقف ببركن بين الشير او انه باخذ تكيه او انه. وينك ما اشوفك. اه شوفك اوكي اوكي وراك خاف عليك عرفت. ولا زال البتري صامت عاد ما يباله بتري هذا. واحد سولار واكسجين يباله بس. حتى اكسجين ما بده. شوف يعطينا اكسجين يعني صح؟ ايه. بس مين قاعدين نسحب عليهم يا ريال؟ كلها اللعبه من 10 سنين الحين ايرلي اكسس. زين خلنا ننزل. انا متنحى وياي على المركبه هاي اللي معلقه في نص الهواء. مشكله مشتي مشكله ما يستوي نبني. شو السالفه؟ الموس عندي من يسار. اح طحت. مو وين متعلق؟ خاطر اعرف وين متعلق. نصري معلق في الهواء حرفيا تعرف؟ والحل وياه؟ وين دش من فوق صح؟ من تحت قاعد احفر اطالع شو فيه. اها ها ها كرسي كرسي صاحي من داخل يا ريال والله. اوب 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 حصلت ليثيوم. طاح مني ويسر. اوكي شليته. هو نفس الالومنيوم ولا غير؟ يس اي لا لا غير. اقول لك مش قادر اطلع فوق. شو السالفه؟ بموت. هذا يركب على الموت. بموت 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 اذا مت هني وتوهقت. نصر نصر يف بجيب الموتر انا. هي ها اشكرك اشكرك. حصلت الالومنيوم بعد داخل. اشكرك ذي. كرسي نبغاه؟ شلة. مشكلة وين بنشلة الحين؟ والله انك ذيب الصراحة. شو في داخل بعد؟ هذا باور صح؟ باور سيل. باور سيل نبغاه؟ لحظة يقول لي اي انتر. شو السالفة؟ شفت طلع لك اي انتر؟ ينتر مال الكرسي هذا. والله زين هذا انرجي سيل. شوف شوف الجلتش شوف الجلتش. هذا اقول لك هذا انرجي سيل ما نبغى طف. اصلا تي ولا تي الجلتش هذي. ها شو ها وصلت له. شو سويت اللي داخل؟ طوفته من نص المركبه؟ لا شفت راكب الكرسي تي هسه حرقه. اخي شو السالفه؟ ماشي درب عدل. اطلع فوق كل شويه بموت. شو سالفة أم العاصفة اللي كل شوي تينا من هني؟ والله هالموتر وين أنت حاطنه؟ مكان رومانسي.
فريده. لول كيف سويته؟ بس ركبت الكرسي يا سعد. خلنا نلحق على موتري. لا يروح. شو رايك نرجع البيس نشيك الاوضاع؟ ولا ناخذ لفه بعد يمكن حصلنا. تعال خلنا ما حصلنا موارد نحن. هذا بس الكرسي عقيته ترى. خليه ولي اذا بغينا انا اعرف مكانه اظني. لا لا لازم كم ابوك ما نشوف شيء نصري. خيبه. انا احس انه فكره سيئه انا قاعد اتمشى بالطريقه هاي. انت وياي تشوفي؟ وراك انا. ياسر دريوس انا زين. ليش لا تسالني؟ يا رشود تقديق. اوب 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 حفره 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 حفره. كف. اقول لك تعال تعال ندخل. عين عين طالع يا هي ياسر. اخاف اخاف ندخل مره ونطلع. صح. نبرقنا هني المواتر؟ مشكلة ما منه فايدة بركة هني. تعال خلنا نشوف لنا موارد هني. والله اوف رودنج هذا الخاطر. اوب 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 هذا الالمنيوم. ها ها غاز غاز شت 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 غاز 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 شرد بالموتر دريوس سحب علي الكلب. اقول لك اصلا خليني تعرف شو ها اصلا اللي عندي خلي بركنه برا. ها بتاخذ اكسجين من عندي يا الظالم صح؟ يا النذل خليه يجرب شو راح الغاز. اوكي ذبحتهم ذبحتهم. هذا الومنيوم. يو يو هذا بعد كمبون فوق كمبوت في الومنيوم بعد قدامك. الومنيوم ترى ما انحصر وايد عاد ممتاز. هذا شيء حلو نفرمه وايد زين المكان. فرم الكمبوت كله. ها بنسوي موتر عود. خلنا نسترش الالومنيوم الباقي هناك. عندي مكان للحين في ماتشاي بعد كوبر. بس كوبر عندنا وايد هناك ترى لانه ما عندي مكان اشل. لا نحن الحين شنو شو الهدف؟ 1-0 قصدي شو اسمه؟ الهدف انه كانت سخيفه اعرف انا اسف زين. انه زين زين الحين انا بنسوي سياره كبيره نركب انا وانت. سيت اسيت انا وياك سوق انت في تو ريسيرش ترى مش لا عندي مكان. أح. اقول لك راح في غبار في غبار. وابوك وابوك اللي بو جوك. لا تموت لا تموت اسميه جوك. ببجي تلعب يا ريال. اكسجين مالي خلص وانا مش منتبه. ايه وقت يا ريال زين. انا عندي عندي المنيوم مش قادر اشله. ترمي تشله يعني لحظة عندي انرجي مابا خلني اعقز بولا. ليش حاط انرجي عندي انا سؤال. لحظة خل انرجي هذا يروح الزبالة بدل ما نسوي زحمة. شوف اقول لك شوف كم ريسيرش عندي الحين شايف 3 ريسيرش. بس وين بتحطيهم؟ ما عندنا مكان. ولا نطلعهم برا بس حقين. برد عقب في مليون ريسيرش. تعال عب عب هو وين مو مره مش له ترى مره مش له خله برايه في مكان انت ابوي زين. عقب برد تعال تعال بنصير فوق عقب بنرجع. تعال احس اني اقرص شيء زين ما بقول شيء زين. يا ريسيرش بوينت كفو زين. عقب بنسوي الحين شو الراف الوسط عرفت؟ ايه الحين بسير وين بيتنا صار؟ لانه فل موارد نحن، نحن اهم شيء نرجع فل، تقول نلعب راست. ايه بنسوي لنا الراف العود بني بنحمل سامان وابوك.
هني يباله بيك اب. هذا هو بعد شتل هذا. عنده باور سيلز. باور سيلز مو رمش لهن والله. فيهن باور سيلز. عندك مكان؟ دليت بعد ايه. دليت مواله. فلتر خليه يولي ما نبغاه. انا ما عندي مكان حق اي شيء ترى فل. سالفج دروب شيب. كيف نسوي له سالفج زين؟ ها؟ ما اعرف كيف اسوي له سالفج ترى صدق الحين ما اعرف. اقول لك يبالي ننفخه؟ اي غريب. ولا رد فيه الصدق. خلنا نصير نزل سمان ونسوي الراب العود. من البطل ندوس على السمان. تعال الحين بيسنا كيف نحصله؟ تراها على اساس كوكب مدور، من توصل لنطاق الرؤية بيطلع لك البيس مالك. ارى تري 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 ها مال اكسجين مالنا طلع. نحن طلعنا صوب الثاني من الكوكب تصدق؟ عشان تعرف انا زارع وش كثر تثر يا ريال. هني اهم شيء كمباوند موجود عندك صح؟ استاك واحدة. لا انا ابغى اكثر. حاسب في كهف هني انا ما دشيت مت فيه مرتين طقع جوي ما رديت دخلته زين. اصلا عادي ما في تشرش يا ريال اللي عندي بيستهلك من البتري. بيفضي عندي انرجي عندي ستاك بعطيك. بنسوي الحين ايش اسمه بنسوي بتري في ليثيوم. ولا اقول لك ليش ما تسوي بس طحت في حفره. والله طحت اقول لك شوف كيف طايح. هاي انا حافر انها. هاي انا حافر انها زين. تري تري لا ليش تحفر لتحت لحظه راح احفر ترى لا شوف بالشيره يا ريال. احاول اسوي لك درب يشتي جرب. انزل انزل زين. اقول لك سوي شيء تثر هنا شو يسوي؟ ابغى اشيل الموتر البودي كيف؟ شل عارف شو شو بتشله. لا 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 شل السامان من عليه. شل السامان من عليه وشل البودي. شل البودي عقه فوق بكبره. يس يركب يركب خلاص حرك كرسي كرسي ما انا قلت بفكك الموتر يعني عرفت؟ شيء ناشف فيه تعرف ما مو المشطر. البتري فضة قول والله. اوكي الشمس طلعت الشمس طلعت زين. في تترز ونحن نحفر طاحوا تحت شو السالفة؟ يود 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 هذا عق على الانرجي. انت شال تثر في دربك حاطنه تحت ولا شو؟ هي هذا هو التثر يا حبيبي عليك. طلع شو السالفه مورا مش التثر بندل. لحظة اوكي خليت صراحة على البتري الصعب شفت كيف؟ عشان تعرف انه حاسب حسابك. يلا الحين طلعت الشمس خلاص جيت اوريدي تشرج فول عندك شو؟ ما اخذ اصعب البتري وايد والله؟ بس حق دقت السلفا ترى مرات اهم شيء ستارت جنب ستارت هذا وايد مهم ترى عشان تعرف بس مع انه كان خلال ثواني اصلا بيولع من الشمس عرفت؟ اوه الكبر والله خدمنا خدمه هني تبى الصدق. وين بركنهم؟ انا بركنت هني. زين الحين ابى اسوي اشوف كم بوينت عندنا. تو 2000 وشي بوينت وات ذا لا الوضع تي ما يقزر نصري. شوف هذا وايد ترى
وين وايد؟ وين صار؟ اختفى شو؟ حطيت اختفى، طلع ما في بوينت. والله ما غيره. هذا ما في بيتس بعد. الروفر العود كم يباله؟ كوبر. يباله 3000 وعندنا 2600. اوكي. شوف في ميديوم روفر وفي لارج روفر. اي واحد اسوي ريسيرش على طول؟ لارج؟ كم يباله وكم يباله؟ هذا 6000 هذا يباله 3000. 3000 الحين بيجهز بعد شوي. خلنا نعقل الكبر هذا كله داخل. نعقل في الحفرة كلها احسن. نفتك منه. حكيته قلت له يا ها ها انا بس ساسعق في الحفرة بعد والله. اشيل الكبر عقه في الحفرة. من هذا من السملتر. ال 3000 الحين نقدر نسويه بس ال 6000 شكله مشروع. فورسل شو يسوي؟ فورسل هتسوي فيه بتري. تسوي فيه بتري. انا شليت ليثيوم مثل الريسورس. ها نسوي فيه اساس البتري. خلينا نحطيه هنا. شوف كل الكبر عقيت داخل يا ريال، فضيت المكان. زين سويت يا اخي مش قادر اشيلها، شو السالفه؟ قلت شكله. شوف دامك تحطيه هني اصلا، شوف بروحه يسحبه داخل ويبدله. شوف لا لا بروح يسحبه داخل يرجع للستور، عرفت؟ في المنيوم ما نبغاه. هي شوف الحين هني هذا داخل، كنت اعقب في الستور اللي هو هني، بروح يسحبه داخل. نفس يوم هذا هني اذا تحطي عليه ريسورس يسحبه داخل. اي والله هذا بس اقول لك هذا بو نقطه واحده ولا نقطتين؟ نقطتين الستورج ها صح؟ خلنا عقل الليثيوم داخل. الحين ما نبى بتري صح؟ غيرنا راينا ولا اسوي بتري؟ لا لا بنسوي روفر. بسوي روفر ثاني بس نتري 6000 ولا 3000 على طول نسوي اوبتيو. بسوي سيدا ميديوم. خلينا نجربهم كلهم يا اخي. بس باقي 50 بوينت. بس فنان السمتر كيف يشتغل وايد حلو صح؟ حاطين عليه افكت حلو هذا. طيلة. ايوه اتمنى ما يطلب منه موارد صعبه. سويت له ريسيرش. فيهيكل بي اكزامن سمول روفر ميديوم. يبقى اثنين المنيوم اثنين كومباوند. عندك اثنين كومباوند؟ ايه بيب اثنين المنيوم. عندنا المنيوم بنشل السولر من على هذاك بعد، وسولر واحد بنحطيه على السيستم عندنا عشان ننتج كهرباء، عرفت؟ انزين هذا حطيت كم بوند. انا ياسي حطيت الالمنيوم الحين. نايس. انزين انا عندي الماوس اصلا يدق دبل كليك بالغلط. نفس الشيء من فترة. نفس الشيء من فترة بعد نفس الشيء. ما ادري ليش اخترب شكله. خلينا نشوف 3 دي برنت. هلو بوي. هلا ابوي هلا. اوف كيف يتغير هني؟ يبالك كهرباء. اظن نشف الكهرباء، ما عندنا كهرباء نحن. شوف نحن وين الموتر مالك اللي مالي؟ هذا بشل عنا هال. ايوه هذا الباور بعد. في باور بعد. ايوه حط على هذا على الطاوله اللي قدامك. طاوله اي مكان. هي بيستهلكه بروحه. هي بيستهلكه بروحه. ارا طن عندي بعد. زين خلي ينتج يا سعب بتري بعد. بنشل سولر بنحطيه في السيستم هني بيساعد شوي يعبي. ما يو هذا شكله فور ويل. شغل عاد العود كيف؟
الله يركب يا ريال لا هذا انا احيد يستوي تركب عليه سمول ستورج، بس يبغى لنا كومباوند. في عندك اثنين كومباوند ولا مو عندك؟ كومباوند لا خلص اظن، بس اثنين يا ابنه. انت مو حفرت ورا ترى الكومباوند في العاده تحفر 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 يتم يطلع وايد، بس اثنين طلع لي. ترى الكهرباء ضعيفه عشان تي ما يستنتج بسرعه. خلت تطلع الشمس شوف كيف مشكلة. بعد ما فيه هو مهب خلص كهرباء خلصت. الحين يبغى لنا نبسه ماري سيرش بنيب من هناك وايد شيء ترى. هي بنيب بس نبغى روفرات صح. بس والله شكله ايش بيكون شيء مرتب فور ويل بعد تشوفه. شوف تحت 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 هني هني بطنه شوف ها سلندر غاز شكله. ايوه يا هو شوف الحين الكهرباء قام يعني شوي. وين العصفة؟ يا ريال خلنا نشرد تعال خلنا نشرد. خله هو يشتغل يسوي الروفر. وين الروفر؟ ما تشوفه من هني. اليمين شوف البطاري كيف كبار ها؟ عود بس يباله بتري زيادة اسمح لي. لازم. الحين يباله مشكلة وين؟ نبغى كومباوند. ركب عليه كراسي. نبغى كراسي بثلاث انفار. شوف كيف يسحب كهرباء شوف. هذا سيده يشبك في السيستم تشوفه؟ كفو والله. ايه انا احيد انه في موتر يشبك سيده يتشرد يعني يوم كذا سيده يتشرد. ايه احيد انا. هذا الصغير يزيد عرفت؟ ما كان في صغير الاول، ما كان في صغير، كان ميديم على طول ركب عليه ستورج لو تحيد. بس العصفه صح؟ اكثرها راحت خلاص. بتري فول هاك شوي بس فول اليسار فول والله بترين كبار عليه. ها اقول لك اظن كراسينا اثنين يركبون عليه. يب بس مشكلة اذا ركبنا كرسيين مرة ما نركب ستورج. زين مو مشكلة بنركب كرسي وستورج بنحرك سيارتين. مرة ما نركب ستورج ما عندنا امور طيبة يا لا 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 نقدر عندنا ستورج. تعرف شو بنسوي؟ شل شل الستورج هذا اللي هني هذا زين زين عد السمان هذا كله داخل بهالتر ترى شليت على طول صح؟ زين دور الصعب. يلا نصور عندك الموتر ولا؟ عندك عندك تقول يعني؟ وين السولار الثاني؟ خلينا نحطه عليه احتياطا ما تعرف يستوي. بنحط عليه سولر واحد صح ولا لا؟ ايه روم تحطه قدام بعد ترى. وين قدام؟ قدام في فتين قدام قدام مره راس المول. اي والله هاي راح شوف دستكر. ايه ايه شي شي تصرف بتري هذا. ها ورا بعد يركب. ها معناه روم ركب ستورج زياده بعد. نايس صح؟ ايه بس اظن ما بيركب يعني انه وايد عرفت؟ لانه نفس هذا بثرين الستورج ما ظني. لحظة انا عندي الومنيوم في ايدي تريا تريا في المسدس ناسي انزله. دقيقة. خلنا نلقى هني. ما عندنا ايتمز ريسيرش. ترى بنيب الحين من هناك في اثنين ثلاثة نفس الكافة اللي سمعته تو في اثنين ثلاثة. يلا لحظة اقدر اسوي ستورج؟ ستورج شو يباله؟ كومباوند ولا؟ هاي يباله كومباوند هي مش رزين بس بنجرب نزوده هذا عرفت؟
ايه كفو والله. خلينا نجرب على الحصة. لا نصور شوف كفو روح. ها يروح على ستورج بعد، يعني 8 عندنا 8 فيه. اذا مركب ستورج شوف الحفرة على شو. بلاها العاصفة علينا كل ما نطلع بالسيارة. ايوه ها خله برايا ما يهزك ريح. لحظة علقت، شو السالفة؟ فضة بتري بس. فضة بتري يا ريال والله فضة بتري فضة بتري. نصر سلفني بتري مالك. والله ما ظل يسوي شيء هالبتري يا اخوي. شوف كيف يصرفها، مشي شوي. شوف شوف يصرف بتاري يخرب بيته كيف يا ريال. شوف 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 كيف البتري يروح. شوف شوف كيف يصرف بتري. شوف بس اظن ما يسولر امور طيبة. والله انا شوف مع السولر كنا طالعين يا ريال. فضة بتري وين كنا سايرين احنا قبل؟ يمين اظن، يمين صح؟ اظني قاعد يعبي شوي بتاري. وين في كهف ندخله؟ حلو هذا كهف قدامك. نوقف نوقف هذا برا يشرج الوسخ. نسان بترول يا ريال. زين الاستورج عليه كيف ترتب؟ عادي طلع جاي. يلا استويت انا قالوا صحيح روح. زين نفسه ولا وح مليون غاز طلع وابوك رد طلع. راح تسرنا الغاز. لحظة لحظة تعال ترية بحفر تحتهم ترية بذبحهم. أما إني طحت عندهم توهكت. هلا شوفني شوفني أقول لك ما في شيء تراني. ها لحظة يحفر أهلي بس صار مرة ما يدخل. هرش ما ينفع لك يا اخوان خديد. نصور انا طحت تحت. لحظة خلنا هيك فوق حصلت ريسيرش بس شفته في دبل ريسيرش. لحظة خلنا نسوي لي درب دقيقة. رتب بالسيارة قول لي اذا هو انا هي والله يبالي هو عند الطلعات. ايوه مرة عبالي هو. اشكرك الصراحة تريا. خلني اجربها ان شاء الله يركب في الروفر. قول امين. بولوعة البترول احس انه هو واقف. انا احس انه هو واقف يا يصرف بترول. يخرب بيته. زين بود يا ريال. ركب هني بس ركب قدام. حلو يعني تشلي وياك اثنين. لا شو لا شو بسوي؟ بغير اماكن السامان. مش مكانك انت يا. بجرب اذا يركب فوق الحين يبي واحد ثاني. اوكي بيبي ثاني بيه. عاد الروفر العود كيف يصرف كهرباء؟ هاك يبالي البتري ياكل العود شكله. شكله هيك يبالي البتري العود من الخاطر. يبالي البتري العود هاي يبالي البتري العود اذا كفى. ما يركب في هذا في الاستورج بس اثنين. ها دوم ورا هاي بس
واذا تشيل الستورج هذا يركب ولا؟ اظن يركب بس انت تبل الستورج الحين مني ب 6 7 زياده على الدخل من اي كه صح؟ الحين هذا كهف زباله يعني. هاي لا يبنى من اثنين ريسيرش قد حلو لا حق انفرما يعني انفرما بيكون زين بس يبانا نشوف حل مشكله يخرب بيتك كيف سوى شكل خايس يا اخي شوف كيف يصرف بتري يقهر ايش بعد خلص شو سوى بيفضي الحين خلاص البتر الصغير هذا يعيش اكثر من البتاري ماله والله وصار في تزق يا رجال الصراحه نيسان هذا الكهف الاولي مالنا ولا غيره ما ادري والله خليك نشبت هل هذا هو لحظه دعمك دعمني هي لانه هو انا يا احاول اطلع يا اصرف بتري لحظه لحظه ارتحت يا البتري ال... لا لا فليب لا لا في اوبشن فليب ايوه اوكي الحمد لله يلا دخلنا الكهف بس خلنا افضي لك الدرب انت بتي في سياره صح اخاف خربت الدرب انا ما سويت خير زين براي 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 اصلا ما في تشارج اصلا قول قول والله والله خليه يتشارج شو سالفة النياسين اللي نستعملهم؟ هاني هذا هو تصدق؟ اوه هني شوف 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 زخيته مع اللفة ندور ادوار الكمبوند الحين بس لا يبغانا ايتمات ريسيرش ترى سيريسلي ها يو يا الكمبوند ها ايبك ها اوف اشوفه هني ها قمنا نتناحس انا وياك لو واحد فينا يمع كان حصل زيادة تعال بنعق الكمبوند اللي عندنا في البيك اب ومنها نعبي هواء ولا ايش رايك؟ هذا طول بعد دخل اول اول والله دخل يا لا اللي عندي فول بس مشكله كيف يفضي اوكي كنت عايش له خلينا نحطي له ان مش هذا لا شو اسوي فرق انك عق زباله عندي في السلاح كيف اشله خليل دق كليك على السلاح انا عندي سمول باتري في السلاح ليش هذاك من الجثه ولحم ما نزلته وين سيارتك؟ ها البتري شوف 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 كان عندي بتري زياده من ذاك الجثه حطيته على سيارتك ولا ليكم من هني شليته بالغلط لا 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 من جثه صح سمول سولر خليه يترج فول بس ما بيرن البيس والله فولناه البيك اب نايس حطيت لك بتري الحين ترى متحركه والله اوكي هاته حق هو نبوه اح هاي شو العداء ما ترى متى نزلت ترى بسوي لنا درب ركض وخلاص بيلعبسك عقب وقف هني هاي وقف هني اعداء انا شجر اظنها بيطلع غاز هاي بي كيرفول سوي له كايت شوي يجوك هاش يا حبيبي ها شو؟ ها شوف دق عليه اشر عليه دق اي ايه؟ في قطعه طايحه يعني تعال تعال شوف هني هاي القطعه اللي فوق شيء تقول سبرنج ايه اشر عليه
شل السلاح ودق اي يعطيك ريسيرش. اوه دايركت ريسيرش. ها هذا ريسيرش نايس، بس ريسيرش مره من شله ترى. انا ودي خيب الكف كيف عميق تطيح هني والله ما ترد. انت حاسبه شت ما عندي هو بس الريسيرش كيف بتشله الحين؟ مو المشكلة هنا، المشكلة كيف بتشله؟ ايه الريسيرش كيف بتشله؟ انا اقول اني يمع ريسيرش من الشير القريب احسن. والله بعد ما شاء انا قاعد اكيد غاز فيه، انت صوبي حاسب ها؟ انا شكلي بموت يا ريال. وايد غاز طلعوا علي. لا هني هني اصب. لا لا وايد خلاص طلعوا علي. بعدني قاعد كيته بس ذبحتهم كلهم. كان في ثلاثة ينفخون غاز 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 عرفت؟ وين ذا البرد ده؟ هذا هو. هالاكسجين ها مدلة، لازم نسوي لنا تانكس، بنسوي سمول تانكس ها؟ حقنا نحن. اوكي؟ والله لازم سمول تانكس لان الوضع ها ما يقزر يا اخي كل شوي ترد ترد. حاسب هاي ذبحته يطلع لي غاز امونيوم يا اخي ما نبغى يا اخي ها كلش كل شوي يطلعوا لنا. حاسب 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 جوك جوك نلعب ببجي يا ريال نلعب لولا هذا غرقان في الوسط كلب. هلا لا 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 تروح درب الرد دبل ريسيرش بس كيف نشلهم؟ اشلها حتى برا عشان اذا جينا مره ثانيه ما ندش عرفت؟ وين ريسيرش ثاني؟ تعال في اثنين هنا اقول لك لعن ابو شغله تعال بنروح ما عندي ما عندي اكسجين. وين الدرب طلع؟ ما ادري خليني لا يسار كان صدق بس صدق بموت لا ميت لا تدور عق 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 دور مت انا ما حصلت اكسجين انا فيري نايس شل البكا بالعود وتعال البيس مو بعارف وين الطلعة هذي. ايوه استوت. هذا الامونيوم هني. تراني بعيد في البيس. يا الله وش كثر سما